مشكلات ميدانية تشد صغيرة، من أهمها عملية نقل الحجاج عبر الحافلات من مكان إلى آخر عشان حجاج تشاديون لوقت قصير خلال قيامهم لأداء هذه الفريضة. لكنه رغم أن هذه المشكلات لم تؤثر بشيء على عملية الحج، إلا أن بعض الناس قد قاموا بترويج سلبي لهذه المشكلات، وبالتالي ألقوا باللوم على اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة. لذلك من أجل كشف الحقائق عن هذه المشكلات، فإن رئيس اللجنة ومساعده وبجانبهم رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قد اجتمعوا بالحجاج على الفور بمشعر ميناء. الباصات هنا ما وكانا كونترا مع شركة براني، كان ناس يشيلوا شركات من برا. هنا وكانا مع حكومة سعودية، قلت كان جبتوا باص ناقصة ولا باطلة ما نرضى. من مفروض من يوم ثلاثة، معنا ثلاثة شهر رمضان فتى، ينادون كل المتوفين بانتون باساتو، عددنا باساتو نينا 5000 حجاج. دفعنا فلوسكم في كل حاج، مفروض كانت تشيل تقسم في 45 نفر بباص، معناتها نلقوا 111 باص. إن الترويج عن المعلومات التي لا تستند على أي أدلة والتي تهدف فقط إلى إثارة الفتنة بين الناس، قال رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إنه لا يجب الحديث عنها. الله سبحانه وتعالى يقول: لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما أنت كل كلام بس جاك في لسانك بس بتقوله، لأن ده مشكلة كبيرة. خلاص أنت محاسب بالكلمة التي تتحدث عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل يتكلم بالكلمة، الرجل يتكلم بكلمة ليضحك بها الآخرين يهوي بها 70 خريفا في النار. الأمر ليس مطلق، بس أنت بظنك بس تتكلم على كيفك وتقول ده فوق كده وفوق كده، أنت ما عندك أي درب كونك تزكي الآخرين أو تزمهم. أنت ما عليك إلا حفظ لسانك حتى تسلم. هذا ومن جانب آخر، فإن رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة قد أعلن خلال هذا الاجتماع بأن أول رحلة لعودة الحجاج التشاديين إلى البلاد ستكون في 31 من أغسطس 2018.